السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. لا تنسى دعمنا لنشر المزيد إن شاء الله، ولمتابع القناة من فيسبوك اللينك أول تعليق. متشكر لكم جدا على الدعم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم الجديد دايما مننا. الزمالك استأنف تدريباته استعدادا لبداية أو استكمال الموسم. أدى لاعب الفريق أمس تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالة الدكتور أشرف صبحي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. انتظم طارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في تدريبات الفريق مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون الدوليون من قبل الجهاز الفني. منح الجهاز الفني راحة لكل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمد المثلوثي راحة من التدريبات بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا أمس الثلاثاء. خاض لاعب الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريب أمس، وشهدت التقسيمة بين لاعبي الزمالك تألق مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد. تراجع مسؤول نادي الزمالك عن التعاقد مع الجزائري رؤوف بن غيث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بعد فسخ تعاقده مع الأخير، وذلك بسبب موقف اللاعب القانوني خوفا من إيقاف اللاعب حال تعاقده مع فريق آخر. دشن جمهور الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ خاص بعنوان الصفقات فين يا لبيب، وذلك بسبب رغبة جماهير الزمالك في ضم النادي لصفقات قوية استعدادا للموسم الكروي الجديد. حسب ما أفادنا مصدر بالزمالك، إتشيمبونج رفض التوقيع على التسوية مع نادي الزمالك وتمسك باستمرار قضيته في محكمة الكأس. وافق مسؤول نادي الزمالك على إعارة محمد صبحي حارس الزمالك إلى صفوف نادي فاركو لمدة موسم واحد بعد الاتفاق بين الطرفين على كل التفاصيل. كتب المثلوثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: الناس معادن ونفائس، فيهم الغالي وفيهم الرخيص. استقبل الكابتن حسين لبيب بمكتبه أمس وفد من اتحاد الشباب العربي حضر خصيصا للنادي من أجل تقديم التهنئة للنادي بمناسبة الحصول على بطولة الدوري العام في كرة القدم والسوبر الإفريقي في كرة اليد والبطولة التي حققها الزمالك هذا الموسم. وقام عمر عمارة رئيس الاتحاد بإهداء الكابتن حسين لبيب درع الاتحاد متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار لنادي الزمالك في جميع اللعبات. كارتيرون طالب بزيادة قيمة راتبه الشهري الذي كان يحصل عليه في الموسم المنقضي، وكذلك راتب الثنائي المعاون له البرازيلي أوليفيرو مدرب حراس المرمى والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال. ميدو تجديد أشرف بن شرقي تعاقده مع الزمالك مش سهل مثلما يعتقد البعض من جمهور النادي الأبيض، مضيفا على مسؤوليته الشخصية: اللاعب المغربي لن يستمر مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة. ميدو بن شرقي لن يبقى مع الزمالك، اللاعب لديه خطط أخرى وهتكون معجزة لو استمر في القلعة البيضاء. حصل إمام عاشور على إذن من كارتيرون للغياب عن تدريب الفريق مساء أمس الثلاثاء لظروف خاصة على أن ينتظم في تدريب الفريق اليوم. أعرب التونسي حمدي النقاذ الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن سعادته بالعودة مجددا للقلعة البيضاء، وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير. الإعلامي محمد فاروق مسؤول من نادي العين والشارقة عقدا جلسة مع بن شرقي خلال تواجده في دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما فرصة الرد عليهما بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك. فاروق: اللاعب في مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء، ويرغب بن شرقي في وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط، الأمر الذي يرفضه مسؤول الأبيض. فاروق: قرار كارتيرون بطلب إعارة حازم إمام جاء بسبب التعاقد مع حمدي النقاز وامتلاكه للثنائي في مركز الظهير الأيمن بجانب حمزة المسلوسي. توصل مسؤول نادي فاركو لاتفاق مع النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحصول على خدمته بداية من الموسم المقبل، واتفق فاركو مع أجايي على كافة تفاصيل عقده على أن يقوم بفسخ عقده مع النادي الأهلي بشكل ودي وحصوله على الاستغناء الخاص به. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إلغاء بطولة دوري أبطال إفريقيا رجال لسنة 2021 بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافتها. ختام الأخبار وإلى اللقاء، شكرا على حسن المتابعة.